فروض الوضوء، من يذكر لي فروض الوضوء؟ سبحان الله، أرفع لي. نعم الشيخ، بسم الله. كم؟ ستة. هذا علم. نعم. يوض وفرضات سدست عشر. أربعة ذكرت في الآية. أردت وجب القرآن ليت من استوعب. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. في تماتا كما تقول عفن تما قوم بقرنا بفن باقي جواها كما سابقا. وغسل اليدين مع المرفقين. الجن مع الأغستا كرنود رأس. ومسح الرأس مع الأذنين. أغر ما بس كجروبا. وغسل الرجلين مع الكعبين. والترتيب لابد يرتب. والموالاة يعني المتابعة لا يفصل بين عضو وعضو، لأن عبادة واحدة متصلة. عبادة من ذات النبات منا سأقرر رضنا أن أقطع تلو ما ترسم يقبله. نعم.